أقامت وزارة النفط والثروة المعدنية حملة تبرع بالدم، وذلك بمناسبة الذكرى 72 لعيد الجيش العربي السوري. تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. تقديراً لتضحياتهم في سبيل الوطن، وبمناسبة الذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري، أقامت وزارة النفط والثروة المعدنية حملة تبرع بالدم لأبطال الجيش بحضور كبير من كوادر الوزارة. عيد الجيش العربي السوري هو عيد النصر، عيد التحرير وإعادة كل الأراضي العربية، الجمهورية العربية السورية لحضن الوطن. وفي وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم كل الأخوة العاملين على استعداد كامل لتبرع بشيء بسيط لهذا الجيش، هو تبرع بالدم. ونتمنى لجيشنا النصر الدائم ولشعبنا ولقيادتنا النصر والتحرير. طبعا بهذه المناسبة نحن حابين نقول أول شيء كل عام والجيش العربي السوري بألف خير، وقائد جيشنا الفريق بشار الأسد بألف ألف خير. ونحن كلياتنا بنعرف أنه كل فرد من عناصر الجيش العربي السوري له فضل علينا كلياتنا، على كافة المواطنين السوريين. فوفاء لجرح الجيش حبينا نقوم بهذه الفعالية اليوم ونتبرع بالدم وفاء لأبطال الجيش العربي السوري. إن شاء الله كل عام وكل سنة والجيش العربي السوري قواتنا الباسلة كلياتها والقوات الرديفة وكل من آزر الجيش بألف خير. ويعني نحن عاملين حبل التبرع بالدم، ساهمنا أنه هذا أقل ما يمكن، أقل ما يمكن نقدمه للأفراد يلي هن أفراد الجيش العربي السوري يلي بخلينا نعمل هالفعاليات وعايشين بأمان وأمن وأطمان نحن وأولادنا وأصدقائنا. فكل سنة وسوريا وجيش سوريا وقائد سوريا وشعب سوريا كله بألف خير. المتبرعون أكدوا أن التبرع بالدم أقل ما يمكن تقديمه للجيش الذي يسطر الانتصارات كل يوم، وتأكيدا منهم على الوقوف خلفه حتى تحقيق النصر على الإرهاب. في مثل هذا اليوم أقل شيء نحن بنقدمه للجيش العربي السوري هذا الشيء البسيط جدا بتضحياته الكبير كتير اللي عم يقدمه للوطن دفاعا عن هالوطن. يعني أقل شيء نحن بنقدمه هو هذا الشيء البسيط جدا في عيده. كل عام وانتم بخير. يعني الجيش هو أهلنا وهو حامينا وحامي بلدنا، وطبعا نحن جزء منه هو جزء منا، الله يحميه، وهو اللي صام بلدنا وهو اللي حافظ على تراب هالبلد. إن شاء الله يا رب الله يحمين يا رب، وكل عام وهني بخير، والله يرحم جميع الشهداء يا رب. نحن اليوم عم نتبرع على بالدم، وهذا أبسط شيء نحن ممكن نعمله بحق جيشنا وبحق مستقبل بلدنا وبحق حياة أولادنا، لأن هن المستقبل وهن الحياة، وهن مو بس اليوم يوم الجيش، نحن كل يوم عندنا بسوريا يوم هو للجيش. نحن لولاكم ما صمدنا، نحن موجودين بفضلكم، أنتم سبب انتصار سوريا. نحن بنتمنى دائما نكون لكم رديف وخط تاني، نسق تاني في المجتمع السوري لتقوى سوريا وتتعمر بإذن الله تعالى في المرحلة القادمة. جذوري كوني فلسطينية أعتبر أن جذوري السورية تعطيني انتماء قوي لهذا الشعب ولهذه الأرض التي أمدتني بالحب والانتماء والوطنية. هالمناسبة يعني أنه نحن حملة تبرع بالدم، يعني بصراحة يعني هذا أقل شيء ممكن نحن نقدمه لجرح الجيش ولجيشنا، والله ينصرهم يا رب. تبرعنا بالدم هو أبسط رسالة بنقدر نقدمها لجيشنا العربي السوري اللي عم يدفع أرواحه من أرواح شبابنا لدفاع عن الوطن وتأمين سلامة هالوطن. إحنا اليوم نوقف خاشعين حنين رؤوس لألون تضحياتهم العظيمة، بنقول لهم كل عام وهن بخير. أبطال جيش سوري دائما بالعين والقلب، نحييهم ونحيي بطولاتهم. أنا كتير حب الجيش العربي السوري ولأنه دافع عن وطننا وعن بلدنا. التبرع بالدم هو عربون محبة ووفاء للجيش العربي السوري، وتأكيدا على أن كل الشعب السوري رديف حقيقي في عملية البناء والتحرير.